في هذا الفيديو ندخل ساحة اختبار حقيقية لسلاح ما يرحمش. نعم، إنه هو الكلينيكوف الروسي أو ما يسمى عندنا بالجفري. هل فعلا يستحق سمعته؟ وهل يستطيع اختراق الدروع المضادة للرصاص؟ سوف نقوم في هذا الفيديو بثلاث تجارب مختلفة بهذا السلاح وبنوعان مختلفان من الرصاص، الكاشف والزيتي. سوف يواجه هذا السلاح نوعان من الصفائح الحديدية بسمك مختلف. والأهم في هذا الفيديو، سوف نجيب لكم كمان الشخص ونرى هل يستطيع الكلينيكوف الجفري اختراق كمان الشخص أم أنه لا يستطيع. قبل ما نبدأ هذه الحلقة اكتب لنا رأيك في التعليقات، هل سوف يستطيع اختراق كمان الشخص أم أنه لا يستطيع؟ وخلينا نبدأ الأكشن يا بطل. طبعا في هذا الفيديو راح نعمل عدة تجارب ميدانية على هذا السلاح. راح تكون اولا على صفائح حديد بسمك 2 ملي، بعدين على صفائح حديد بسمك 5 ملي، بعد ذلك على صفائح حديد على كمان الشاص. وراح تكون التجارب على نوعان من الرصاص مثل ما تشاهدوا، نوعين من الرصاص، الاولى الكاشف والنوع الثاني الزيتي العادي. طيب الان راح نجرب على هذه الاربع الصفائح، الاولى بمقاس 2 ملي. يلا خلونا نبدأ. طبعا التجربة الأولى راح تكون على الرصاص العادي مثل ما تشوفوا. ومثل ما تشوفوا عندنا اخترقت الأربع الصفائح الحديد بمقاس 2 الملي. وخلونا نبدأ مع بعض التجربة الثانية في هذا الفيديو. طيب الآن التجربة الثانية راح تكون على صفائح الحديد بسمك 4 ملي مثل ما تشاهدون، ويلا نبدأ هذه التجربة. طبعا في التجربة الثانية راح نبدأ أول شيء بالرصاص العادي مثل ما تشوفوا على صفائح 4 ملي، ونشوف ومثل ما تشوفوا الآن في التجربة الثانية اخترقت عندنا الصفيحة الأولى الحديد مثل ما تشوفوا، ولكن الصفيحة الأخرى وقفت عندها مثل ما تشوفوا في هذا الفيديو. الآن التجربة الثانية على حيدر 4 ملي راح تكون مثل ما تشوفوا برصاص الكاشف، ونشوف مثل ما تشوفوا الآن هذه مكان طلقة الكاشف هذا الذي فوق. مثل ما تشوفوا اخترقت عندنا الثنتين الصفائح الحديد طلقة الكاشف مثل ما تشوفوا. طبعا التجربة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم راح تكون على كمان الشخص، نشوف هل بندقية الكلينيكوف EKS 74 يو الروسية راح تخترقه أم لا. ومثل ما تشوفوا عندنا طلقة الجفري أو الكلينيكوف لم تخترق الكمان بتاتا، حتى تأثير بسيط فقط عملت عليه مثل ما تشوفوا، تأثير بسيط. طبعا مثل ما شاهدتوا في هذه الحلقة بندقية الكلينيكوف الروسي لا تخترق الكمانات أو المدرعات أو أي من هذه الخرافة. في نصيحة لكم، لا تصدقوش أي خرافة عن هذا السلاح، فقط هو لزيادة سعر هذا السلاح.
اما انه بيخترق مدرعات ودبابات ما يصنعوش اسلحه متوسطه واسلحه ثقيله لاختراق هذه الاشياء. كل واحد عايش اللي يفري، والذي يروح يخترق له تحصين نووي، والذي يروح يخترق له دبابه، والذي يروح يخترق له مدرعه، بس هذا كله كلام فارغ عن هذا. السلاح واشاعات فارغه. ولمشاهده المراجعه الكامله لهذا السلاح يمكنكم الضغط على البطاقه الظاهره في على هذه الشاشه، على يسار هذه الشاشه. وبس كان هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله انكم حبيتوا واستمتعتوا واستفدتم هذا الفيديو. شاكر لكم حسن المتابعه والاصغاء. كان معكم اخوكم عز الدين حاشدي من قناه عالم الاسلحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.